أكد جوزيف بلاتر الرئيس المستقيم لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لن يدعم أي مرشح في انتخابات رئاسة فيفا المقررة يوم الجمعة المقبل والتي يتنافس فيها 5 من المرشحين. فاز إديليد يونايتد على مضيفه ميلبورن فيكتوري بهدف دون رد في الدوري الأسترالي لكرة القدم ليرفع الفريق الفائز رصيده إلى 33 نقطة. في كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية تعادل سبورتينغ كريستال من البيرو مع بينارول من الأوروغواي بهدف لكل منهما لينال كل فريق أولى نقاطه في المجموعة الرابعة.